السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، كمان 19 اندرويد 12 4 بي. هتحط على حساب جوجل، يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. وعليك تمشي بالخطوات خطوة خطوة لغاية ما يفتح معك التليفون، عشان هيك انتبه على الخطوات عشان تكون الأمور كلياتها كويس. أيوه هيك مسكر طبعا، جهاز فيه 15%، فلازم الموضوع يكون سريع. طيب تمام، نرجع باك 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 على الشاشة هاي، لساته كونكت. نضغط على الكيو ار، نضغط على نير باي، وبنضغط على نيد هيلب شيرنج. إذا ما طلعت عندك نيد هيلب شيرنج بكون طلع لك هون أوكي باللون الأزرق، تضغط عليها مباشرة بتطلع عندك نيد هيلب شيرنج، تضغط عليها. بعدها بنروح على الثلاث نقاط شير ارتكل، بنضل ضاغطين على جيميل، تحنا هاي الشاشه، ننزل للاسفل، بنروح على هون بروموشن، لا برجع بروموشن انفيجيشن، بنروح على سيتنج، بعدين بنضغط هاي عندك، لو ضغطت مانج اكونت بيطلع عندك هيك، لا نضغط على هيلب فيدباك على هاي الصفحة، ديليت بيطلع عندك هاي الخيار، نضغط عليه هيك ان شاء الله يكون واضح. تاكد ابلكيشن سكيل، دخل معك على سكيل، على نعمل اوبن، الشاشة دوار ينزل طر، سبيشال فانكشن اكسسبيلتي، نفعل هذا الخيار، نضغط على اوكي ونقول نتأكد انه هذا الشعار طلع تمام. اي ايش خطوة، نرجع باك كمان باك كمان باك، نروح على اب منج،
نعمل كمان هون فورس ستوب. مش انا التصوير عندي تمام، خلصنا اندرويد عملنا له ستوب وكليك، بعدين بنرجع باك، بعدين بنروح على جوجل سيرفس. جوجل سيرفيس هيها، نضغط عليها، نروح على الكاش، نعمل كبير، نرجع باك، فورس ستوب، ديسيبل، فورس ستوب، نرجع باك، نرجع باك. لغاية الآن هيك خلصنا الخطوة الأولى، بنرجع باك 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 باك. هلا هيك ما راح يرجع يدخل معنا على الصفحات التالية. شو بعمل؟ بعمل فورجيت، هي عندي النقطة هاي طلعت، أهم شيء عملت فورجيت للشبكة، بعمل ريستارت للجهاز. نعمل ريستارت، راح اخليه برضو ما معلش ما راح اعمل مونتاج للفيديو عشان يكون كل شيء واضح، وانا اسف على طريقه التصوير، بس يعني اتوقع انه ان شاء الله انه واضح. وقفنا السيرفيس جوجل اندرويد، بس بعد ما عملنا ريستارت ما نشبك انترنت عشان ايش نكمل باقي الخطوة. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. هيك بعد ما فتحت نكست عشان يكون واضح. مشكلة الله في الشبكة، هلا الخطوات هاي ضرورية نعملها. مثل ما بعمل هسه لا تستعجل فيه، حتى لو فتحت معك لا تستعجل.
يا صحان فتك شوي كيف تقمن الجهاز؟ إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.